التصميم طلع بجنن وكتير حلو. هي بتعرف انه انا اللي رسمته، اكيد عجبها، الكل عجبهم. بتوقع هلأ رح تجي وتشوفني ورح تقلي برافو عليكي، رسمك كتير ناجح، انت بنت موهوبة. طوليب خانو، كنت ناطرة حضرتك لتجي. مساء الخير. حطيتي مواد بأوضتي جوري؟ ايه طبعا حطيتهم. بدي قلك شغلة، يعني بخصوص التصميم يلي انا رسمته. مساء الخير. عمر؟ مساء الخير عمر بيك. جاي على بالي نحضر فيلم اليوم ونقضي ليلة هادية. تصبحي على خير. جوري؟ ما عاد جيتي لعندي، ليش ما عم شوفك؟ بعرف ما عم اجي، والله اسفه، بس بهالفتره كنت تعبانه ومخي كتير مشغول. ليش مشغول؟ ما تشغل بالك. جهاد، شو بدي قلك؟ هلأ يعني فينا نروح مشوار لبرا بهالفترة، بس على الحديقة مو أكتر. هلأ الطقس حلو، بكرة بتجي الشتوية وبيصير برد، وحضرتك مثل العادة بتتحجج بالطقس وبتبطل تطلع. نطلع إذا بتحبي نطلع. اعتبره وعد. تمام وعد. تمام، بعد كم يوم بتجهز لي حالك لنطلع سوا. تمام، بدنا نطلع قبل ما يبرد الجو. هالصيفية مرقت وما حسينا فيها. دقيقة، شو اليوم صحي؟ بكرة عيد ميلاد طوليب خانو. Kafeler hangi şu nasıl gidiyor? Harika. Şimdilik en iyisi bu. Bu koyu kahveden tadın ve altınıza yapın. Diğer bulduklarımız da olmaz çünkü dedi. Habbet adı Lele romantiye ma bad. Altıda yemek yiyecek ve sonra home depodakilerle içki içeceğiz. Bu kadın işte bu yüzden seviyorum. Bas bukra akid rah njin ma hek. Seni fena hırpalıyor. Ana bad bukra andi ameliyat kitire. ما لي ناوي أعمل شي بكرة المساء. ما رح نعمل أي شي يعني قصدك ما رح نشوف بعض؟ بكرة المساء عم قول ما رح نشوف بعض؟ بكرة؟ يعني فينا إذا بدك نتعشى بكير. هلأ فهمت. عشا، خليك كمان. تعبان شوي، بيجي وقت تاني وبكون مرتاح فيه. طيب قلي شو مشان بكرة المساء؟ طيب ممكن، لأنه مثل ما قلت لك بعد بكرة صعب علي، عندي عمليات كتير. تصبحي على خير. وانت بخير. عمر بيك. جوري. مرحبا. لك انت شو عم تعملي هون؟ بدي اطلب طلب صغير منك بعد اذنك. يلا قولي. بكرة عندي مفاجأة حلوة كتير لازم أعملها، وبدي مساعدتك، بس إذا ما ساعدتني المفاجأة ما رح تزبط أبدا. مفاجأة شو؟
يا ريت تفهميني لأنه عن جد ما فهمت عليكي. بكرة عيد ميلاد الخانم، نسيت؟ معقول؟ لك عن جد راح عن بالي عيد ميلادها صدقيني. أنا بحاجة لمساعدتك كرمال تزبط مفاجأتي إلها. هي بساعدك. تفضل. صباح الخير توليب خانم. ما رح أكل، ما في وقت. حضرت كل الأكلات بإيدي اليوم. هو إيه بعرف، عيد ميلادي اليوم. روحي بدلي الشراشف. عمتي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ معقول فاجأتك؟ توليب، أنا من إمتى بنسى عيد ميلادك؟ قوليلي. بس لا تزعلي إذا ما طعميناكي جاتو. لا ما رح أزعل أبدا، بس إذا في جاتو أكيد بدك تطعميني، ولا رح تكوني بخيلة على عمتك اللي بتحبيها حبيبتي. أنتي بقياني ولا إجيتي تزوري جهاد وتمشي؟ رح شوف جهاد وأمشي، بس طبعا إذا أنتي عزمتيني على حفل المساء ما بعترض أبدا ورح ضل. حفلات عيد الميلاد من زمان خلصت. يلا بشوفك. عمر، صباح النور. علي أخت، انت قلت لي عندك عمليات بكرة الصبح. اي طيب، انت رح تكون هنيك، انا بمرق بسلم عليك وبمشي. ايه طبعا يا عمري، كله رواق، ما في اي مشاكل. تمام، المسا بشوفك باليخت. مع بعضنا عشا رومانسي وعاليخت. توقعت انك ما تنسى. اليوم ما رح ارجع، انت فيك تمشي. بأمرك يا خانم. قال عم فكر اشخط للسيارة تبعه، تعرفي في ياخد بالقصة مصاري. عمر، فجأة سنة حلوة. عيد ميلاد سعيد تولي. شكرا طارق.
شو هالمفاجأة الحلوة عمر؟ المفاجأة لسه ما خلصت، العمر كله روحي. تعرف كنت حاسة انك مخطط لمفاجأة، بس ما تخيلت كل هالناس هون. المهم بلشت الحفلة، نقطع الكيك؟ بعد شوي. كتير حلوة.